السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كيفكم اخواني؟ شو اخباركم؟ معكم سعيد من قناة The Breaking Wolf. اليوم ان شاء الله جايب لكم اسهل طريقة لنقل الملفات بين كمبيوترك وبين تليفونك اللي شغال بنظام الاندرويد. طبعا بهالشرح محتاجين لبرنامج واحد فقط اسمه ES File Explorer، وشرحت طريقة سابقة لنقل الملفات بين الكمبيوتر والتليفون باستخدام ES File Explorer، وهالمرة ان شاء الله رح نستخدم نفس البرنامج ولكن باسلوب اخر، فخليكم معي ويلا نحكي بسم الله ونبلش في الشرح. طبعا بداية هاي البرنامج للي ما بعرف شكله بامكانك نزله من الجوجل بلاي او بامكانك نزله من مدونتي، ورابط التدوينة موجود تحت الفيديو بالوصف. بعد ما تنزل البرنامج بكل بساطة بنفتح البرنامج. بعد ما نفتح البرنامج بنيجي على هاي العلامة اللي هون بنكبس عليها. تفتح عندي قائمة الخيارات التالية، نتوجه الى قائمة Network، بعدين بننزل على Remote Manager. راح يفتح معاي هاي الصفحة بهالشكل. على كل نكبس على تيرن اون او تشغيل من هون، راح يطلع لي العنوان التالي زي ما انت شايف. بنروح بنفتح الماي كمبيوتر، بعدين بالعنوان هون بنمسح هاي الكلمه وبنكتب نفس العنوان اللي طلع لي داخل التليفون، FTP نقطتين رأسيتين /192.168.168.1 .5 نقطتين رأسيتين 3721 وبنكبس انتر. بتلاحظ انه دخل فيه على ذاكرة الهاتف الخاصة بالتليفون، ومن هون بامكانك تاخذ الملف اللي بدك اياه كوبي، او بامكانك تروح على جهاز الكمبيوتر الخاص فيك. مثلا في عندي هالملف، اعمل له كوبي واجي انسخه داخل ذاكرة الهاتف واعمل بيست. بعد ما نخلص نعمل تيرن اوف او اغلاق داخل برنامج ES File Explorer، وهيك بنكون انتهينا. وكل ما بدك تعمل نقل بامكانك تعمل تيرن اون تشغيل وتنقل اللي بدك اياه، وبعدين ترجع بتطفي هاي الميزه على اساس انه لو حدا حصل على نفس العنوان ما حدا يقدر يدخل على تليفونك لانك انت بتكون مطفي هاي الميزه. لهون اصدقائي بكون انتهيت من الفيديو، اتمنى انه يكون الفيديو عجبكم والطريقه عجبتكم. بالنسبه لطريقه نقل الملفات الماضيه راح اترك لك رابطها تحت الفيديو بالوصف بامكانك تشوفها. وكمان جاي احكي معاكم بالنسبه للفيديو الماضي تبع امبارح، انه نزلت فيديو حكيت لكم اسالوني فيه وراح ارد عليكم بفيديو اخر. بعتذر منكم شديد الاعتذار اخواني. اولا ما بعرف اذا انكم سامعين صوتي، ولكن صاحي من النوم زوري او ما بعرف شو بتسموه عندكم انتو، زوري ملتهب، فما في مجال اني احكي كثير. وزي ما انتو شايفين وصلنا تقريبا 200 سؤال على الفيديو، وانتو عارفين انا من النوع اللي ما بحب اترك ولا سؤال، لازم اجاوب على كل الاسئلة. فبالتالي اذا بدي اجاوب على كل اسئلتكم احتمال الفيديو يطلع طوله اكثر من نص ساعة، والبني ادم مش غلط انه يعترف بغلطه. انا امبارح غلطت وكان اسلوبي فاشل جدا بتقديم الفيديو. كان لازم حكيت لكم انه بدنا نعمل قرعة ونختار عدد معين من الاسئلة ونجاوب عليها، فعشان ما اعمل هاي الخطوة بدون ما اعطيكم علم ما بقدر اني ارد على كم سؤال واترك الاسئلة الباقية لانها كلياتها اسئلة من متابعيني، فما بدي اي حدا يزعل مني. فبالتالي راح اجاوب عليكم بشكل كتابي، وان شاء الله الفيديوهات القادمة اللي راح اطلب منكم انكم تسألوني فيها راح احكي لكم انه راح نعمل قرعة ونختار اسئلة معينة على حسب القرعة. فاتمنى انه ما حدا يزعل مني، وان شاء الله بجاوب على كل الأسئلة بشكل كتابي. واشكركم على صبركم ودعمكم كل اشي بتعملوه علشاني، وان شاء الله بنكون عند حسن الظن تبعكم. وكمان بعطيكم علم انه اليوم عندي البيت مكركب شوي لانه اليوم الجمعة، وانتو بتعرفوا كيف لمت الاهل، فعشان هيك ما راح اقدر اصور الفيديو اللي بدي ارد فيه على اسئلتكم لانه راح تطلع اصوات كثير وازعاجات كثير. ان شاء الله للمرات القادمة، وشكرا للمشاهدة. كان معكم اخوكم سعيد من قناة The Breaking Wolf. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.